احكي لنا يا جدي عن قصصكم في الماضي وكيف كانت حياتكم ومهنكم في الماضي. سأحكي لكم حكاياتنا القديمة والجميلة في البحر وعن تاجر كويتي معروف اسمه هلال فجحان لمطيري. كان هلال رجلا فقيرا يعمل في مهنة الغوص. ذهب في يوم إلى البحر، وعندما غاص في قاع البحر وجد محارة كبيرة فالتقطها، ووجد فيها دانة ذات شكل نادر وجميل، وكانت غالية الثمن. فرح هلال وباع الدانة وحصل على نقود كثيرة، وأصبح أشهر تاجر في بيع اللؤلؤ، وأصبح أيضا تاجرا لبيع السفن، ومن هذه السفن السمبوك والبوم والشوعي. وكان ما يميز هذا التاجر يا أبنائي أنه كريم، لم ينس الفقراء، فكان دائما يقدم لهم يد المساعدة. ونحن لن ننسى هذا التاجر الكريم هلال فجحان لمطيري.